وحط مشهد الماني شوت واليكس بيحرق نفسه بحاجه كده وهنشوف فاينالي لاول مره بيولوجيكال راينو. حبيب قلبي عامل ايه؟ الاعلان الاولاني اللي نزل من سنه بنعرف منه ان احنا هنشوف فيلم اوريجين ستوري عن كريفن ذا هانتر، وعشان كده بنشوف سيرجي كرافانوف وهو لسه صغير، وبنعرف ان هو من عائله ارستقراطيه وجامده في روسيا، وابوه شكله كده من المافيا الروسي، وغير كده كمان سيرجي بيبقى ليه اخ غير شرعي اسمه ديمتري، واول الاعلان بنشوف ان ابوهم بيقول لهم اني بعدت امكم عنكم عشان كانت ضعيفه ودماغها تعبانه، وبيروح بيهم على افريقيا عشان يدربهم على صيد الاسود. شوف الراجل المهبوش. المهم ان هو بيفضل يضغط على سيرجي عشان يقتل الاسد، بس سيرجي مش بيرضى، وهوب الاسد بيهاجمه وابوه بيسيبه وبيقول عليه ضعيف. He is weak like his mother. Leave him. What happened that day? ومن هنا بنعرف ان الاسد ده كان راديو اكتيف عشان سيرجي هيحصل له انهانس في كل حواسه وهيبقى عنده نفس الباورز بتاعت الاسد. وهنا صناع الفيلم حبوا يعملوا نفس فكره سبايدر مان بالظبط، ان هو يعني قرصه عنكبوت وانت عارف الباقي بقى. في ناس بقى كانت معترضه ان هم يبنوا قصه كريفن ذا هانتر على اساس ان حصل دمج بين دمه ودم الاسد، وبيقولوا ان ده مش كوميك اكيوريت، بس انا بالنسبه لي قشطه يعني مش مشكله، مش مضايقني الحوار ده. المهم ان بتمر السنين وبنشوف سيرجي كبر وبقى كريفن ذا هانتر اللي مش بيخاف من اي حد قدامه حتى لو كان مين. وفي الاعلان الاولاني بيستعرضوا قوه كريفن والباورز اللي اكتسبها من مهاجمه الاسد ليه، وبنعرف ان هو هيدخل في كلاش مع ابوه وانه عمال يقتل في كل افراد الجانج بتاعت ابوه، وشكل كده يا ريس هي دي الحبكه اللي الفيلم هيقوم عليها على الخلاف اللي داير ما بين كريفن وابوه. بنشوف طبعا ساعتها فايت سينز شكلها جامد ودمويه، وعشان كده الفيلم ده هيبقى ار ريتد، ودي اجمد حاجه عملتها سوني بصراحه. اهم لقطتين في الاعلان الاول ده بقى، اللقطه الاولى ان احنا بنشوف كريفن هينزل عليه سبايدرز كتير فشخ، وبيبان طبعا ان هو مش بيحب العناكب. طبعا ده تشويق رخيص من سوني على اساس ان هم بيلمحوا عن سبايدر مان وكده، والحمد لله ان هم تفادوا الحوار ده في الاعلان التاني. وتاني لقطه هي ان احنا بنعرف ان احنا هنشوف راينو في الفيلم، وهيكون بايولوجيكال راينو غير راينو الميكانيكال ده بتاع اميزك سبايدر مان 2. المهم ان احنا بنشوف ايده بس وهي بتتحول، وبيخلص الاعلان الاول على كده. والكلام ده كله كان من سنه، والفيلم يا ريس اتاجل من ساعتها لحد لما بينزل الاعلان التاني اللي زي ما عرفت كده بيظهر فيه راينو بشكل كامل. فتابع معايا عشان عندي كام حاجه كده عايز اقولها لك عن الاعلان التاني. فلو اول مره تسمعني ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وده سوباتوكس. احب اقول لك ان في خلال السنه اللي الفيلم اتاجل فيها دي، سوني كالعاده لعبت في الفيلم وعملت ريشوتس كتير كذا مره واضافت مشاهد جديده، وبيقولوا ان هم اهتموا بكاركتر ديفلوبمنت اكتر، وكل ده بقى يا حبي عشان فشل فيلم مدام ويب. اللي لو حابب تعرف عن الشخصيه اكتر وتعرف عن الثلاثه سبايدر ويمن اللي شفناهم اول مره لايف اكشن، هتلاقي فيديو بريك داون الفيلم في الاي اللي فوق دي. المهم يا حبي ان دي عاده سوني في الافلام السبين اوف بتاعت عالم سبايدر مان، كل الافلام تم تاجيلها كذا مره وعمرهم ما نزلوا فيلم في ميعاده، وزي ما يكونوا كده بينزلوا الاعلان عشان يجسوا الناس ويشوفوا ردود افعالهم وبعديها يبداوا يظبطوا الدنيا، وكل ده طبعا بيجي فوق دماغهم في الاخر. لان بعيدا عن افلام فينوم، وهنا انا بتكلم عن موربيوس ومدام ويب، تحس كده ان الافلام دي عباره عن خد فكره واشتري بكره، احنا كسوني عاملين لك فيلم عشان تعرف بس قصه الشخصيه المتفرعه من عالم سبايدر مان في عالم ما فيهوش سبايدر مان اصلا، ده لحد دلوقتي. I want Spider-Man. فانا بصراحه كده ابتديت اتقفل من سوني، واكتر من كده هيبقى اوفر ولازم يحطوا نهايه للبنى اللي هم عاملين يعملوه ده. المهم يا حبيب قلبي ان كده كده مش هفوت فيلم سبين اوف من عالم سبايدر مان اكيد، وبينزل اعلان كريفن ذا هانتر الثاني اللي الحمد لله ظبط الدنيا كده عن الاعلان الاولاني. اولهم ان ما جابوش سيره ان كريفن بيكون فيه كومينيكيت وتواصل بينه وبين الحيوانات، لانهم كانوا قايلين كده في الاعلان الاولاني. They say he uses a connection with animals to track his prey. المهم ساعتها الناس اللي على تويتر قالوا ان ده مش كريفن، وكريفن مش كده في الكوميكس. وفي الاعلان هنا ما جابوش سيره الحوار ده تاني، فالناس دلوقتي بره فرحانه وبيقولوا ان هم الحمد لله ان هم شالوا الحوار ده من الفيلم. وانا احب اقول لك ان مفيش الكلام ده يا ريس، وفعلا كريفن بيتواصل مع الحيوانات. اول الاعلان بنشوف كريفن بيبقى محبوس في السجن، وبنسمع في الباك جراوند صوت ابوه اللي بيقول له ان احنا اعظم هانترز في الحياه، وهوب كريفن بيتغاشم على اتنين مساجين وبيهرب من السجن.
بعدها بتظهر كاليبسو وبتقول له هوز نيكست، مين اللي عليه الدور. وهنا قصدها على الليست اللي كريفن عاملها، اللي لو موجود اسم اي حد في الليست دي تعرف كده ان هو بالسلامه وكريفن هيفنشه. والليست دي شفناها في الاعلان الاولاني. اما كاليبسو دي بقى يا حب في الكوميكس المفروض ان هي بتبقى شريكه كريفن، ممكن نقول برضو في بينهم علاقه، وبيبقى عندها باورز المايند كنترول زي تشارلز اكزيفير كده او حاجه من هذا القبيل، وكمان بتعمل سحر وبيطلق عليها اسم ذا ويتش او ذا هانتر اوف سولز. بعديها بنشوف مشهد لكريفن وهو في غابات افريقية، وبيبان هنا ان ابوه بعت ناس عشان يجيبوه، بس كريفن بيخلص عليهم اكيد. وبنشوف هنا عينيه وهي بتلمع باللون الاصفر عشان عضت الراديو اكتف لاين وكده. بعديها بنشوف ان ابوه وصل له الغابة اللي كان فيها وشكله كده هياخده معاه، وبيقول له ساعتها ان احنا عندنا حيوانات اقوى من ما انت تتخيل. بعديها بيظهر اليكسي سيستافيتش في لقطة كده وهو هيتحول لراينو، ولو ما تعرفش راينو فده يا حبي من الفيلنز بتوع سبايدر مان، وظهر لايف اكشن قبل كده في فيلم اميزنج سبايدر مان 2 وكان ميكانيكال راينو. انما راينو اللي هنشوفه في الفيلم هنا مختلف، لان هو نفسه بيتحول لراينو ومش لابس سوت ولا حاجه. بنشوف بعديها لقطه الاليكسي اي كي اي راينو بيتكلم مع ذا فورينر، وفورينر ده يا حب في الكوميكس بيبقى من الفيلنز بتوع سبايدر مان، وبيبقى ما عندوش سوبر باورز، بس هو درب جسمه كويس ان هو يتحمل الضرب وبيبقى مرتزقه واساسن. المهم اليكسي بيقول له ايه بقى قصه الهانتر ده، فبيقول له لو انت في الليست بتاعته فتعرف ان انت بالسلامه كده. وهنا بصراحه انا مش فاهم حاجه، هو ازاي اليكسي مش عارف ان اللي بيطردوه ده يبقى كريفن، مع انه كان مع ابوه ساعه لما الاسد هجم عليه. فماشي، خلينا نعتبر ان كريفن كان هربان من ابوه كل ده، واليكسي ما يعرفش ان الهانتر ده هو سيرجي كريفانوف. وبعديها بنشوف مشاهد اكشن جامده لكريفن وهو بيهجم على مكان كده شكله فرع من فروع ابوه المافياويه. بعديها بنشوف اخو كريفن ديمتري اللي في الكوميكس بيبقى فيلن من فيلن سبايدر مان برضو، واسمه الكاميليون. والكاميليون ده يا حبي بيبقى ذكي فشخ وبيبقى احسن واحد ممكن يتنكر تعرفه في حياتك، وممكن يبقى اي شخص هو عايزه، وفي الكوميكس كان عضو من اعضاء السينستر 6. ونفسي فشخ ان دوره يبقى كبير في الفيلم ده زي ما هو جامد كده في الكوميكس. المهم ان ديمتري بيقول لكريفن ان انت زي ابوك بالظبط، وان انتوا كلكم كهانترز بتدوروا على الجايزه الكبيره. وهو بيقول له الكلام ده بيعرضوا لنا لقطات لكريفن وهو لسه هربان من السجن، وبتكون الاجواء ثلجيه كده، وظباط السجن بيوصلوا له وهو بيعمل كونكت مع وولف وبيخليه يهاجم الظباط دول. وزي ما قلت لك ان هو لسه عنده الابيليتي دي ان هو يكومينيكيت يعني مع الحيوانات وكده. بعديها بنشوف لقطه لكريفن وهو بيسحب طياره زي لقطه كابتن امريكا. بعديها بنشوف كاليبسو تاني وشكلها كده عامله. وبعديها اليكسي وذا فورينر بيبقوا مع بعض وبيطاردوا كريفن، وبتبقى لقطه سريعه كده في الاعلان واليكسي بيدي ذا فورينر السلاح. المشهد اللي بعد كده بيبقى لكريفن وهو كوميك اكيوريت بالظبط، ودي حاجه جامده بصراحه. وهوب مشهد الماني شوت واليكس بيحرق نفسه بحاجه كده، وهنشوف فاينالي الاول مره بيولوجيكال راينو. نايس نايس نايس، بس هما لو يظبطوا وش راينو شويه عشان زي ما انت شايف كده حاجه زي الزفت بصراحه. وانا تهيألي ان كده كده سوني هتظبط الحوار ده لان الناس مش ساكته، خلي بالك. وعموما لسه معاهم وقت لان الفيلم هينزل لسه في ديسمبر. وبعديها لقطه لكريفن وهو ماسك الرمح بتاعه، وما تنساش ان ده نفس شكله لما ظهر في نو واي هوم لما المالتي فيرس اتفتح، وكمان ظهر راينو معاه. وبيخلص الاعلان على كده، وكان اعلان حلو وعجبني على فكره، بس يا ريت ما تكونش الشخصيات اللي هتظهر في الفيلم دي يبقى دورها صغير او لسه هيبنوا لهم لقدام شويه، لان ما اعتقدش ان حد مهتم بالكاميليون او ذا فورينر، انما الناس مهتمه اكيد براينو اللي برضه يا ريت ما يبقاش الكام لقطه اللي شفناهم في الاعلان لراينو يبقى هم دول بس اللي موجودين في الفيلم وخلصنا على كده ومش هنشوف له اي لقطات تاني. وانا نفسي جدا اشوف الثلاثه فيلن دول راينو والكاميليون وفورينر كلهم يبقوا ضد كريفن، ويبقى الكاميليون هو السيكريت فيلن بتاع الفيلم مثلا، ويا حبذا يعني لو تكرموا علينا وربطوا لنا الفيلم ده باي عالم عشان نفهم الدنيا ماشيه على فين. انما اهم حاجه حاليا ان احنا عايزين اعلان تاني لفيلم فينوم ذا لاست دانس اللي انا كنت عامل بريك داون الاعلان بتاعه، خلي بالك، وكان فيديو مهم وهتلاقيه موجود في الاي اللي فوق دي. والاهم من ده كله ان هم يدونا لمحه عن اي سبايدر مان في اي فيلم فيهم هينزل سواء كريفن او فينوم. بس اللي انا متوقعه يا حبيب قلبي ان البنا ده كله هيأهلنا لاضخم افلام عالم سبايدر مان اللي انا متوقع جدا ان هم هيعملوه، وهو ذا اميزنج سبايدر مان سينستر 6. والفيلم ده لو شاف النور انا وانت اهو بقول لك ان ممكن يعدي نو واي هوم في الارباح بتاعته، بس الكلام ده كله لو اتعمل صح. وعشان الفيلم ده يتعمل صح ويطلع جامد لازم تعمل شير للحلقه دي عشان الفيديو يتشاف ويخلونا نكتب الفيلم. وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى اكون فدتك وسليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي تبقى تقول رايك في الحلقه في الكومنتس وتعمل فولو على حسب انت سامعني منين. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، ولايك كلمتين عشان فعلا بيساعد. كان معاكم رون حسوبه من حسوبه توكس، سلام.